أسأل الله مساءكم مجلس أولي أمل الأنباء من التنصح. طالب رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشيري المجلس الرئاسي ورئاسة الأركان العامة وأمراء المناطق العسكرية بالالتزام بحماية السيادة الوطنية والمواطن ومؤسسة الدولة بالجنوب الليبي. وأشار المشيري في خطاب وجهه للجهات المعنية بأن هناك تقارير تفيد بوجود قوات معارضة تشادية والسودانية وجماعات إرهابية في جنوب البلاد، مطالبا بالالتزام بما جاء في الفقرتين الأولى والثامنة عشرة من اتفاق الصخرات والتي تنص على احتكار الدولة لمؤسستي الجيش والأمن والتزام الجيش بعدم المساس بالنظام الدستوري ويحظر على الضباط الاشتغال بالعمل السياسي أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية تعمل خارج شرعية الدولة، مشددا على ضرورة رفض أي تدخل أجنبي في الشؤون الداخلية الليبية. أكد وزير الداخلية بالحكومة المقترحة فتحي بشاغة على ضرورة استتباب الأمن بكافة المناطق الجنوبية معتبرا إياه جزءا لا يتجزأ من ليبيا. جاء ذلك خلال لقاء له الأحد مع عدد من نواب المنطقة الجنوبية وأعيان منطقة وادي الشاطئ، واستعرض الوفد الوضع الأمني بالجنوب وما تعانيه مديرية الأمن داخل المناطق من تسيب وعدم انضباطية بحسب الوزارة. دعا أعيان قبائل ترهونة السلطات التنفيذية والتشريعية في الدولة والأجهزة الأمنية إلى تحمل مسؤولياتهم في الحفاظ على الأمن والسلم في منطقة جنوب طرابلس وترهونة، مؤكدين في بيانهم بمنطقة سيدي الصيد الأحد بوقوفهم صفا واحدا في تعزيز مسيرة العطاء والتنمية والتي تحققت بفعل الأمن في مدينة ترهونة والمناطق المجاورة لها. أكد حراك غضب فيزان دعمه الكامل لكافة الجهات المسؤولة التي تسعى لتقديم الخدمات بالجنوب، وجدد الحراك في بيان له التمسك بالمطالب والتعجيل بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه. وأشار البيان أنه تم إعادة هيكلة الحراك واختيار منسق عام وناطق رسمي باسم الحراك وهما المخولان للتواصل مع الجهات الرسمية بالدولة. أعلن مسؤول بالمؤسسة الوطنية للنفط عن استئناف العمل بميناء السدرة بعد إغلاقه بسبب سوء الأحوال الجوية. وأضاف المسؤول لوكالة رويترز الاثنين أن ميناءي رأس الأنوف والبريغا لا تزال مغلقة، مؤكدا بأنه لم يحدث تراجع في إنتاج الخام بسبب عدم كفاية الطاقة التخزينية على حد قوله. نهاية الموجز، دمتم في حفظ الله ورعايته.